في مثل شعبي جميل مصري عبقري كده بيقول الجيران لبعضها. طول عمرنا واحنا متربيين وعارفين ان الجيرة ليها حقوق. الحس الشعب المصري دايما بيأكد على الحقوق دي، لازم نراعيها ونحافظ عليها عشان الود يفضل ويدوم ما بيننا جميعا. زمان كانت الناس في الشارع كلها عارفة بعضها، مش بس في الشارع، لا ده في الحي كله، كل الناس كانت عارفة بعضها وبتخاف على بعضها. دلوقتي للأسف الموضوع اتغير شوية مع ضغوط الحياة اليومية وضغوط الاقتصاد وغيره والشغل، بقينا كتير جدا ما نعرفش بعض. ممكن نكون ناس ساكنة في عمارة واحدة ومكان واحد ومحدش عارف مين ساكن في الشقة اللي قصاده أو في نفس المكان أو العمارة دي. دي من سلبيات ضغوط الحياة والشغل اللي غيرت شوية من قيمنا المصرية الأصيلة. زمان كنا بنلاقي طبق داير كده بيلف على العمارة كلها، بيطلع من بيت بيوصل لبيت، لا انت عارف الطبق ده خرج من فين ولا هينتهي مكانه فين. كنت تلاقي دايما كل بيت بيبعت طبق فيه أكل أو حاجة حلوة للجار، والجار يرجع الطبق ده بحاجة تانية، ويفضل الطبق طالع نازل نازل طالع بين الجيران. عشان كده كنت دايما بتلاقي الناس مع بعض على الحلوة وعلى المرة، في الحزن قبل الفرح كتفهم في كتف بعض، لأنهم عارفين كل اللي موجود في بيوت بعض. عارفة منا ما ينفعش أبدا الطبق يرجع فاضي طبعا. عيب جدا، يعني عيب ان انا حد يديني حاجه او جاري يديني طبق فيه حاجه، لازم ارجعه له بحاجه احسن، بس حاجه احسن ومعموله في البيت. بالظبط، ما كانش ينفع مثلا حد يبقى جايب لك حاجه فانت تقوم باعت له شاري مثلا بسبوسه ولا كنافه ولا تورتايه ومودي له الطبق فيها، لا لازم حاجه معموله في البيت. دي من يعني جمال القيم المصريه الجميله، حفاظ على حقوق الجيره. الأديان كلها كمان أكدت واعتبرت أن الجيرة ده حق مقدس من حقوق الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ومن كان يؤمن باليوم الآخر وبالله وباليوم الآخر فليكرم جاره. يعني فكرة إكرام الجار ده حق مهم جدا على كل إنسان مسلم. مهم جدا نهتم بهذه القيمة، مهم جدا ان احنا نستعيدها مرة تانية. الدفى اللي كان في البيوت المصرية زمان محتاجين نرجعه مع العلاقة مع الجار، لان العلاقة دي ممكن الناس تبص انها حاجة بسيطة، لكن هي في الحقيقة ضمان لاستقرار المجتمع. لو انا احسنت معاملتي لجاري فبالتالي ده بينعكس على طبيعة التماسك الاجتماعي والتكافل والتعاون، وبيشيع كده حالة من حالات المحبة داخل المجتمع. النهاردة هيكون معانا فقرة عن الود والحب والتعاون بين الجيران، هنتكلم ازاي يبقى فيه تعاون من جديد وازاي هيبقى فيه ود من جديد وإعادة تعارف بين الجيران اللي ما بتعرفش بعضها. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.